إذن مشاهدينا لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من نيويورك عبر سكايب المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي مهدي الخفيفي. بداية أهلا بك. أهلا بك وديب. إذن ترامب وبايدن يواصلان حملاتهما في الولايات المتأرجحة، هل يتمكن ترامب برأيك من تقليص الهوة مع بايدن؟ في الحقيقة يحاول دونالد ترامب بشتى الطرق تقليص هذه الفجوة، خاصة بعدما رأينا التدافق الكبير على التصويت مبكرا، فالأرقام تشير إلى اهتمام المواطن الأمريكي بعد أن شكك دونالد ترامب في نزاهة هذه الانتخابات في التصويت المبكر، وهذه المرة هي المرة الأولى في التاريخ الذي نرى تلك الأعداد. ما يحاول ترامب هو اختلاق بعض النقاط للفوز بها ضد بايدن، ولكن أعتقد أن مهما حاول ترامب فإن بايدن لا يسكت له، إضافة أن هذه النقاط أو هذه الأوراق كما ذكرتم في تقريركم هي أوراق تعتبر محروقة، لأن التواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين كوريا الشمالية لم يعطي إلا صلاحية ودعم لكوريا الشمالية، ولم تنتج هذه العلاقات الشخصية التي أصلاً ليست هي بالعلاقات الدولية اللائقة بالولايات المتحدة الأمريكية إلا من تمدد وزيادة قدرات بوينغ يونغ، وكوريا الشمالية أصبحت الآن في مقدرة بحصولها على صواريخ طويلة الأمد طويلة المدى، وتمدد منظومتها العسكرية أقوى بكثير مما كان قد ظهرها دونالد ترامب، وإلى الآن لم يتم يعني حظر ما تقوم به كوريا. أعتقد أن بايدن استطاع أن يعيد الواقع إلى أن ما يقوم به دونالد ترامب في هذا الوقت إنما هو لمجرد يعني اللهث وراء محاولة العودة مرة أخرى، وكما نعلم هي المرة الأولى في التاريخ التي يكون فيها رئيس في سدة الحكم متأخر بهذا الشكل عن المرشح المنافس له. نعم، يعني كيف تبدو نتائج الاستطلاعات الرأية في الأيام الأخيرة بين ترامب وبايدن؟ يعني هل ربما تذكرون بما حدث عام 2016 عندما كانت هيلاري كلينتون هي المتقدمة؟ يعني هل يمكن أن نشهد ربما مفاجآت يوم 3 نوفمبر؟ في الحقيقة كثيرين يقولون هذا، ولكن هناك فرق كبير. أولا في مرحلة في 2016 كان دونالد ترامب وكانت هيلاري كلينتون كلاهما مرشحان جدد، أما الآن فدونالد ترامب هو رئيس في سدة الحكم، وكما ذكرت لم يحدث في التاريخ الأمريكي أن يكون هناك رئيس في سدة الحكم ويقول أنه يستطيع الفوز وبهذا التأخر وبهذا الفارق. المسألة الثانية الإقبال الشديد من المواطن الأمريكي الذي وعى أن دونالد ترامب يؤثر عليه على التصويت المبكر، فهذه أيضا المرة الأولى التي نرى الانتخابات المبكرة، ولو أخذنا بالأمثلة مثلا في ولاية مثل تكساس التي تعتبر محسوبة للجمهوريين 10 أضعاف من صوتوا في الانتخابات السابقة مبكرا الآن يصوتون، تعدى رقم 9 مليون. لذلك يعني ألا يمكن ربما ربط التصويت عبر البريد ربما من مخاوف إلى الذهاب إلى مراكز الاقتراع بسبب فيروس كورونا؟ في الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا، لابد للمشاهد أن يعلم في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحكم عملية التصويت هو قانون التصويت لكل ولاية، 50 ولاية لها 50 قانون مختلف للتصويت، هناك طبعا تشابه، لكن سعي كل حكام هؤلاء الولايات وخاصة الديمقراطيين منهم أن يتاح فرصة أطول للمواطن للتصويت، مع العلم أن دونالد ترامب إلى يومنا هذا أخذ كل هذه الولايات إلى قضاء لمحاولة تقويض هذا التصويت. فالمسألة أن المواطن وعى أن هناك محاولة لاغتصاب صوته، فلذلك رأينا هذا التحرك. المواطن يرى أن تعامل دونالد ترامب مع جائحة كورونا أدى إلى هذه الأعداد الرهيبة من الموتى، وإلى يومنا هذا لا يوجد برنامج حقيقي لدونالد ترامب للتعامل مع هذه الجائحة أو حتى التعامل مع الاقتصاد، وإنما هي كلها هجوم على بايدن، وأيضا اتهامات يعني تقل أهمية عن اهتمام المواطن الأمريكي وسباب، وكما رأينا في المناظرات فقد
خفض دونالد ترامب مستوى الحوار الرئاسي إلى مستوى أقل من رجل الشارع. فلذلك هناك ما أرى أن هناك صحوة داخل المجتمع الأمريكي لمحاولة العودة إلى الديمقراطية التي تعودنا عليها والخروج من مسألة الشخصنة. يعني دونالد ترامب كان قد قال سابقا إن بايدن أيضا لا يتحدث سوى عن كوفيد 19 خلال حملته للانتخابات. لا، كان هناك برنامج واضح وهو موجود على الصفحة الرسمية لبايدن، ألا وهو أن نحن سننصت إلى الأطباء إذا احتاجت العملية. يهاجم دونالد ترامب بايدن من مسألة إغلاق الاقتصاد من دونه وتخويف المواطن الأمريكي. بايدن قالها: سنوفر هذه الأجهزة، سواء كانت المعدات الطبية أو الكمامات أو الاحتياجات الطبية، سنحاول التعاون مع كل ولاية بحدة وإقناع حكام الولايات وإقناع حتى عمد المدن بإغلاق الاقتصاد في حالة هذا. دونالد ترامب كان لديه الفرصة منذ شهر يناير عندما أخبره CIA المخابرات العامة المركزية، المخابرات المركزية، ومن بعدها سمعنا أنه رفض أن يقوم بأي شيء عندما سمعنا بأنفسنا اعترافه مع بوب وودورد أنه لا يريد أن يغلق الاقتصاد وترك هذا الاقتصاد بهذا الشكل. وبالأمس سمعنا من زوج ابنته أنه تعافى أن يتعامل مع الأطباء والمتخصصين وتم تنحيتهم إلى جانب والتضحية بالمواطن الأمريكي. أعتقد كل هذه الفضائح وما قام به ترامب لا ينظر إليه إلا هو استهتار واهتمام فقط بأن يظهر الاقتصاد بشكل قوي. والواقع الآن أن أكثر من 35% من صغار المستثمرين والأعمال الصغيرة والمتوسطة أفلست، وهناك احتمال بنهاية هذا العام أن يصل عدد العاطلين إلى أكثر من 20 مليون، وأن تصل في المدن الكبرى مثل نيويورك وفيلادلفيا ولوس أنجلوس الصناعات الصغيرة نسبة الإفلاس إلى 60%. نعم، المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي مهدي العفيفي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من نيويورك. نشكرك جزيل الشكر.